قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. الإنسان في حياته العملية ينطلق من خلال النية، فما من عمل يصدر منه خيرا أو شرا إلا وكان هذا العمل مسبوقا بنية بقصد. فالإنسان ينوي ويقصد، السلام عليكم ورحمة الله، ومن خلال نيته تصدر عنه الأفعال. ولذلك تلعب النية والقصد تلعبان دورا كبيرا جدا في تحديد قيمة العمل الذي يصدر من الإنسان. دعوني أضرب لكم بعض الأمثلة. هناك شخصان مثلا كلاهما يعطي مقدارا من الصدقة من العطاء للفقير، كلاهما يعطي مقدارا معينا متساويا للفقير، هذا يعطي دولار وهذا يعطي دولار، العملان من حيث الظاهر متشابهان فهما صدق. العمل يصدق عليه أن تقول أنه صدق، ولكن النية تختلف عند الرجلين، فأحدهما يعطي بدافع التقرب من الله عز وجل والقربة إلى الله عز وجل، وأحدهما يعطي بدافع الرياء والتظاهر. العملان متشابهان من حيث الظاهر، هما متشابهان وأعطيا نفس المقدار من المال، لكن النية كانت مختلفة، وبالتالي عملهما عند الله عز وجل مختلف. أحدهما يكسب أجرا عظيما على عمله وهو الذي تصدق في سبيل الله، والآخر ليس فقط لا يكسب أجرا إنما يكتسب إثما على فعله، لأن الرياء هو الشرك الخفي كما جاء في بعض الروايات. والقرآن الكريم يشير إلى حادثة مشابهة بين أخوين. القرآن الكريم يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. إخوة اثنين، قابيل وهابيل، كلاهما قدم القرابين لله عز وجل. أحدهما راعي غنم، هابيل قدم شاة، الثاني قابيل كان مزارع قدم مجموعة من المحاصيل الزراعية. كلاهما قدم القرابين إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، يقول القرآن الكريم. كلاهما قدم القرابين لكن الله عز وجل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لماذا؟ لأن أحدهما وهو هابيل أعطى في سبيل الله، أعطى مخلصا، أعطى مطيعا، أعطى تقيا، أعطى وهو لا يبحث عن رياء ولا سمعة ولا جاه ولا تقدير ولا شكر، إنما أعطى في سبيل الله. والآخر الذي هو قابيل أعطى منافسة مع أخيه، من باب المنافسة، أنت تعطي أنا كمان بدي أعطي، مسألة منافسة وليس تقرب إلى الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى تقبل من أحدهما، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل
من الآخر. وهكذا تلعب النية أيها الأعزاء دورا كبيرا في عمل الإنسان. ولذلك الإسلام يؤكد على تصفية النية، أن تصفي النية قبل أن تعمل عملا ما، مهما كان هذا العمل عظيما أو حقيرا، صف النية مع الله عز وجل لتكن نيتك خالصة لا يشوبها شيء، لأن النية تؤثر في العمل. أذكر لكم بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، لا بأس صلوا عليه بأعلى أصواتكم. وأهل بيته الطاهرين، في تأثير النية، نية الإنسان على عمله، يقول: على كل حال يبدو حديث مأد، أعتمد على ذاكرتي. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نية المؤمن خير من عمله، ولكل امرئ ما نوى. نية المؤمن خير من عمله. كيف خير من عمله؟ أنت الآن تنوي مثلا أن تذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، طبعا أداء الصلاة خصوصا إذا كانت صلاة الجماعة وعدد المصلين تجاوز حدا معينا، 9 أو 10 في بعض الأحاديث، فلا يعلم ثوابه إلا الله عز وجل، ثواب هذه الصلاة. إنسان هيأ نفسه للذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة، صلاة الجماعة، راح توضأ ولبس ملابسه ومتحضر بده يروح للمسجد، لكن لما ركب بالسيارة السيارة ما تشتغل، طلعت عاطلة ما تشتغل، قعد يصلح في السيارة، راح وقت الصلاة. هذا الإنسان كسب ثواب الصلاة. لماذا؟ لأن نيته كانت الصلاة، أن يصلي، أن يذهب للصلاة، لكن مانعا منعه من الذهاب إلى الصلاة. فنيته خير من عمله. كيف خير من عمله؟ لأنه من خلال النية هو حصل ثواب الصلاة. لربما كان يروح للصلاة وتعرض عليه عارضة الرياء والشبهة، لكنه الآن من خلال النية فقط هو حصل على الثواب. فالنية هي لأن النية لا يوجد فيها رياء. أنت حينما تنوي النية في قلبك لا يوجد فيها رياء. العمل قد يدخله الرياء، لكن النية لا يدخلها الرياء. فنية المؤمن خير من عمله، ولكل امرئ ما نوى. أنت نويت تروح تصلي، الله سبحانه وتعالى أعطاك الثواب. أنت نويت السنة تروح تحضر زيارة 40 الإمام الحسين وحضرت حالك، بس ما أعطوك فيزا لسبب من الأسباب، ما حصلت الفيزا وما حصلت الباسبورت اللازم، الله سبحانه وتعالى يعطيك ثواب الزيارة. ولذلك يقال أن سلام عليكم ورحمة الله، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد انتصاره في معركة الجمل كان يسير إلى جانب أحد أصحابه. هذا الرجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال: ليت أخي فلان اللي توفى قبل فترة، ليت أخي كان موجودا هذا اليوم في معركة الجمل ليشهد انتصارك على أعداء الله. هذا الرجل قال هذه الكلمة لأمير المؤمنين، اتمنى أخوه المتوفي أن يكون موجود حتى ينظر ويشهد انتصار أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل.
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أهوى أخيك معنا؟ أخوك اللي تترحم عليه كان معنا، قلبه معنا، هوى معنا. قال: بلى يا أمير المؤمنين. نعم، أخي كان من المحبين لك، من شيعتك، من محبيك يا أمير المؤمنين. فقال له أمير المؤمنين: إذن شهد أخوك المعركة معنا. أخوك شهد المعركة، وشهدها أناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني أنتوا اللي ما كنتوا في زمن أمير المؤمنين، لكن تشايعون أمير المؤمنين، تحبون أمير المؤمنين عليه السلام، أنتم أيضا شهدتم معركة الجمل، لأن النية موجودة، القصد موجود. ولذلك أيضا نجد أن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري حينما زار الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، هو لم يشارك الإمام الحسين بسبب مرضه، كان مكفوف. فلما زار الإمام الحسين ومعه صاحبه عطية العوفي، جابر قال كلمة استغرب منها رفيقه عطية العوفي، قال: السلام عليكم يا أصحاب أبي عبد الله الحسين، السلام عليكم يا أصحاب رسول الله. نعتهم بأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الحسين هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، هو قطعة من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين. ثم قال: أشهد، وهذا رجل صحابي جليل، قال: أشهد لقد شاركناكم فيما كنتم فيه. أشهد أننا شاركنا أصحاب الحسين فيما كانوا فيه من القتال والنصرة لأبي عبد الله الحسين. فاستغرب عطية من هذا الكلام، قال: كيف تقول ذلك؟ شاركناهم، كيف شاركناهم؟ والقوم ونحن لم نضرب بسيف، ولم نطعن برمح، ولم نعلو جبلا، ولم نهبط واديا، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم. شو عم تحكي أنت؟ إحنا شاركناهم، إحنا لا ضربنا بسيف، لا طعنا برمح، لا قاتلنا، لا شهدنا الموقع، ما واقعنا حر الحديد والقتال، الجماعة قتلوا، فصلت رؤوسهم عن أبدانهم. كيف تقول هذا الكلام؟ أننا شاركناهم فيما كانوا فيه. فأجاب الصحابي العارف البصير ذو البصيرة جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، ومن أحب قوما حشر معهم. اثنين، إذا تحب جماعة وتحب عملهم، إذا أحببت الجماعة فتحشر معهم، وإذا أحببت عملهم فتشرك في عمله. هذه قاعدة أخذوها دائما. ليش؟ لأن الأعمال بالنيات، لأن أعمال الناس بالنيات. ما هي نيتك؟ أنت لو كنت في يوم العاشر من المحرم لنصرت الحسين عليه السلام قطعا. سيدي، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فلقد أجابك سمعي وبصري. إذن النية أيها الأعزاء تلعب دورا كبيرا في تحديد مصير الإنسان. إذا نوى خيرا يكتب له الخير، إذا ينوي شر يكتب له الشر. لذلك الإسلام يوصي دائما بأن نصفي النيات، أن تكون نياتنا حسنة، أن ننطلق من نوايا صافية، من نوايا طيبة، من نوايا هي تقصد القربة إلى الله عز وجل فيما نعمل وفيما يصدر منا من أفعال وأعمال. يجب أن نقصد فيها دوما القربة إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقنا
لاختيار النوايا الطيبة الحسنة، وأن يجعل نوايانا نوايا خير ورحمة، ونوايا تقربنا من الله عز وجل لا أن تباعدنا منه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.